مرحبا بكم مجددا، وبنبدأ معكم فقرة حوارية جديدة وهنتكلم فيها عن موضوع السياحة والجهود المبذولة لعودة الحركة السياحية إلى طبيعتها. يمكن الطيران الألماني أعلن أنه سيستأنف رحلته إن شاء الله إلى شرم الشيخ في سبتمبر المقبل. كان عندنا وفد روسي خلال الأيام الماضية أيضا وإزار بعض المطارات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ واطلع على بعض الإجراءات الأمنية. هناك حديث عن عودة السياحة الروسية وعودة حركة الطيران مرة أخرى وفقا لخريطة الطريق بالطبع ستطبق بين مصر وروسيا، ستكون على مراحل لعودة الحركة السياحية إلى طبيعتها، وده متوقع ليكون في يعني الجزء الأخير من شهر أكتوبر إن شاء الله في المرحلة القادمة. إذن هناك جهود مبذولة بالفعل على أرض الواقع، هناك تقدم ملموس في هذا الأمر، هناك يعني محاولة لتغيير الصورة الذهنية الموجودة لدى الدول الأوروبية والدول الغربية بشكل عام حول ما يحدث في مصر. هناك رسالة واضحة بأن مصر آمنة مستقرة ولابد من عودة الحركة السياحية والاستمتاع بالأجواء الممتعة بالفعل داخل مصر. إذن كيف نقيم هذا الأمر؟ الدلالات؟ كيف هي الجهود؟ ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة؟ كل هذه النقاط وهذه التساؤلات سوف أناقشها مع ضيفي الكريم الأستاذ عبد الرحمن أنور الخبير السياحي. برحب بحضرتك. أهلا بك. يعني اسمح لنا في البداية اللي احنا نتابع تقرير ونبدأ حوار. بوادر انفراجة تشهدها مدينة شرم الشيخ عقب إعلان عدد من شركات الطيران الألمانية أبرزهم إير جرمانيا سان إكسبرس تسير رحلاتها لمدينة شرم الشيخ بداية من سبتمبر المقبل بعد توقف دام نحو عام تقريبا عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة. وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن أحد المستثمرين تعاقد مع شركة ATA الألمانية وشركات الطيران الأخرى على إطلاق 3 رحلات لمدينة شرم الشيخ اعتبارا من سبتمبر المقبل. وقال فودة إنه تم عقد اجتماع للتعاقد على تسيير رحلة من سويسرا بداية من سبتمبر المقبل ومد رحلات لسلوفاكيا حتى نهاية الموسم الشتوي المقبل، إضافة إلى تسيير رحلة من بولندا. ومن جانب آخر أعلنت شركة الطيران الألمانية إير جرمانيا تسيير رحلتها من مدينتي ميونخ ودوسلدورف إلى شرم الشيخ اعتبارا من نوفمبر المقبل. وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي إنها ستقوم بتسيير رحلتها خلال فصل الشتاء المقبل يوم الاثنين من كل أسبوع من ميونخ ودوسلدورف لتلبية رغبة المسافرين الألمان بقضاء عطلاتهم في منتجعات شرم الشيخ. وأضافت أن السلطات الألمانية رفعت القيود المفروضة على الأمتاع عن الرحلات الجوية المتجهة إلى منتجع شرم الشيخ في مايو الماضي بعد التحسن الملحوظ في عمليات التفتيش الأمنية بمطار شرم الشيخ وتلبية للمتطلبات الدولية. يعني إذن أستاذ عبد الرحمن هناك عودة يعني حركة الطيران الألمانية، هناك متوقع أيضا عودة لحركة السياحة الروسية، دلالات هذا الأمر؟ والله احنا بنحلم ونتمنى. يعني احنا عمالين نسمع تصريحات ونسمع تفتيش رايح وتفتيش جاي، وفي الاخر عندنا عمالة منكوبة وعندنا منطقة منكوبة. المنطقة دي لو عدى العيد 17/9 اللي جاي وما في سياحة رجعت، الفنادق دي هتظلم تماما. فاحنا محتاجين مع التصريحات دي دور للدولة فعال لعودة الحركة السياحية. طيب احنا عايزين نقيم الجهود الموجوده دلوقتي. احنا دلوقتي هنتكلم عن العقبات والمشكلات اللي بتواجه يعني بعض القطاعات السياحيه الموجوده. يعني احنا طبعا لما يتم الاعلان من جانب الطيران الالماني عن العوده، كان هناك وفد روسي وهناك تصريحات من المسؤولين الروس انفسهم ان شاء الله في اكتوبر هيبقى في عوده للحركه السياحيه. يمكن هتبقى طبعا هتاخد مراحل، مش هتبقى على مرحله واحده. يعني الامر ده، هل هذه الانباء اليست تؤثر على السياحه المصريه واخبار مبشره ايضا لقطاع السياحه؟ هي اخبار مبشره، بس عوده السياحه الروسيه هترجع في الاول على القاهره، على القاهره مش هترجع على شرم الشيخ ولا على الغردقه في الاول. وعلشان ترجع الغردقه وشرم الشيخ، يعني احنا محتاجين عشان ترجع القاهره مصر طيران تبدا تدعم او مش تدعم، يعني تبدا تعمل اسعار مخفضه للدوميستيك علشان الطيران الداخلي بين القاهره وشرم الشيخ، بين القاهره والغردقه وبين القاهره ومرسى علم، يبقى مشجع لان هو يجي. لان اولا في مشكله اقتصاديه، سعر الروبل بالنسبه للدولار ففي مشكله كبيره جدا خلت الرحله غاليه على السياح الروسي. لما انا اجيبه على القاهره وبعدين اعمله دوميستيك عشان يروح شرم الشيخ او الغردقه او مرسى علم، ده هتبقى مكلفه اكتر. فاحنا كنا محتاجين جهود اكتر لتأمين مطارات شرم الشيخ أو المطارات المطلوب تأمينها علشان السائح يجي مباشرة على المقصد اللي هو عايز يجيه، عشان ما تبقاش تكلفة الرحلة غالية وفي الآخر نفقد عدد كبير من السياح. طيب
لو اتكلمنا طيب احنا خلاص في ظل هذه الانباء المباشره احنا اكيد علينا دور كشركات سياحه، احنا كمان المفترض احنا كمان بنساهم في تغيير الصوره السياحيه، عندنا برامج بنعرضها، عندنا ازاي احنا نسوق لبرامجنا وسياحتنا ومواقعنا الاثريه ومواقعنا السياحيه اللي موجوده. دورنا احنا في المرحله الجايه ديت استعدادا ل يعني الانباء الايجابيه التي نتحدث عنها دلوقتي. هو القطاع الخاص له دور ايجابي وله دور فعال في حته عرض المنتج السياحي في المعارض السياحيه، وده ما فيش حد بيتوانى في بذل الجهد في هذا الاطار. لكن احنا محتاجين بقيه الدول الاوروبيه تشيل مصر من على الريد لاين، تدخلنا على الجرين لاين عشان يبدا شركات التامين بره تامن للسائح عشان يرضى يجي مصر. السائح بيبقى اللي عارف مصر وجي مصر مره واثنين وثلاثه وعارف ان هي امنه عايز يجي. بيروح عشان يسافر يقول لا ممنوع السفر لمصر، هتسافر على مسؤوليتك. شركات التامين بترفض التامين على السائح الاجنبي. المانيا عملت خطوه ايجابيه وكويسه وشالتنا من على الريد لاين حطتنا على الجرين لاين، وبدا عوده الطيران الالماني ده حاجه مبشره جدا. بس عدد الالمان مش زي زمان. يعني زمان كان الالمان دول يعني نمره واحد، النهارده ترتيبهم تخاخر للرابع وللخامس. النهارده الروس نمره واحد. فلو نجحنا في احنا نرجع الروس ونرجع الانجليز، دول اللي بياخدوا المقاصد الشاطئيه طول العام، يعني بيبقى في اقبال طول العام على المقاصد السياحيه وخصوصا الشاطئيه. طيب هو لا يوجد تقصير في الدوله، يعني في ظل هذه الخطوات اللي موجوده احنا شايفين ما فيش تقصير في المتوسط. لا في تقصير طبعا. لا في تقصير. طب ايه المطلوب؟ ايه اللي انتم كشركات سياحه عايزينه من الدوله هي تنفذه عشان احنا ترجع؟ انا المقوله دي قلتها كذا مره. تمام. قلت مصر حفرت قناه السويس في سنه. تمام. فتحتها في سنه، وكان مقرر انها تتحفر في 3 سنين او في 5 سنين. احنا مش عارفين نامن مطار من ساعه الطياره ما اتضربت في اكتوبر لغايه النهارده. ده تخريب الاقتصاد المصري. طب هي المشكله، هل هي مشكله اللي احنا مش عارفين نامن المطارات، ولا كان في خطه مستهدفه حصلت؟ وفي الفعل انت حصلت على بعض المطارات عندك على شهاده الايزو، شهاده الجوده، يعني انت اذا الموضوع ليس له ابعاد امنيه زي ما كما يقول البعض، وبدليل ان الوفد الروسي جه واطلع على الاجراءات الامنيه وشاف ان الاجراءات الامنيه سليمه وفي شهاده بكده. انا متفق يعني المشكله مش مشكله أمن. انا متفق يعني مع سعادتك ان في شق سياسي موجوده، في شق سياسي اه تمام غير معلوم للعامه. ولكن النهارده الدوله لو ضحت شويه في شراء اجهزه اللي تم طلبها بدل ما تقعد 6 شهور و7 شهور و8 شهور في شهر او في شهرين. النهارده ضريبه المبيعات اللي بتدفع من الفنادق رقم مهول، الدوله فقدته. يعني الدوله لو استجابت في اول شهر وثاني شهر وعادت الحركه السياحيه، كان الفرق اللي هيدفع من ضريبه المبيعات من الفنادق ومن شركات السياحه كان هيبقى 20 30 ضعف اللي هيتصرف على تامين المطارات. فالموضوع اقتصادي بحت، كان المفروض احنا بسرعه نتحرك بسرعه. اي انا عارف شق سياسي يعني، ولكن يعني في شق سياسي يعني، يعني هناك في كثير من الامور يعني استاذ عبد الرحمن ده انا اتفق على الامر. يمكن في فرنسا او في بروكسل شفنا ضربوا المطار نفسه بحد ذاته، شفنا في تركيا في الامر برضه في بعض المطارات وما حصلش اللي حصل معانا، والسياحه ما توقفتش. يعني والسياحه ما توقفتش، يبقى اذا دي في ابعاد موجوده اخرى لا تتحملها الدوله المصريه لوحدها، صح؟ خلينا نتفق على هذا الامر. لكن مين يتحمل؟ مين يتحمل؟ في جهود، مين يتحمل؟ ما احنا عايزين نشوف بقى، نقيم نفسنا. طب ايه التقصير اللي موجود عندنا عشان احنا نقدر نعمله؟ هل هي صوره ذهنيه خاطئه مع الخارج نصححها؟ هل هناك تقصير في الحملات الاعلاميه لتوضيح الصوره الحقيقيه؟ كيف نواجه حتى لو كانت هذه الامور بعض هذه الامور السياسيه، كيف احنا نواجه هذا؟ ما ده دور الدوله، هي دور تحسين الصوره الذهنيه، ده دور الميديا المصريه. الاعلام المصري له دور ايجابي او دور فعال في ان هو يحسن الصوره الذهنيه في الخارج. ما يقتصرش على البرامج المصريه في الاذاعات المصريه بنحسن الصوره الذهنيه لنفسنا، لا احنا محتاجين نحسن الصوره الذهنيه في الخارج، محتاجين يبقى عندنا برامج في الخارج ان شاء الله حتى تكون مدفوعه الاجر. كل دي دعايه، اي رقم هيتصرف عليها هيبقى العائد بتاعه قوي جدا وسريع جدا وهيعود على البلد. انا عايز اقول لك ان يعني لو في فندق سي مثلا 1000 اوضه بيدفع 10 مليون ضريبه مبيعات في السنه في الشهر، اسف، ده الدوله فقدته. احنا عندنا حوالي 2500 غرفه سياحيه، دول لو اشتغلنا 70 80% بيدخلوا، يعني احنا السياحه كانت بتدخل في 2010 مليار و400 مليون دولار ضريبه مبيعات للدوله. يعني كان الدخل 14 مليار، ضريبه المبيعات بتاعتهم مليار و400 مليون دولار، الدوله فقدت هذا الرقم. فاحنا كنا محتاجين يعني مهما كان تامين المطارات والصرف على الاجهزه اللي طلبت ما كانش هيوصل هذه المبالغ. فاحنا كنا مستفيدين من كل يوم نكسبه. وعندنا مشكله لازم نحذر منها، ان بعد العيد مباشره اجازه نص سنه اجازه اخر العام هتخلص. فشرم الشيخ لو السياحه ما رجعتش بسرعه هتبدا فنادق كتير تقفل، وعدد كبير قوي من العماله هتسرح. والعماله دي لما تسرح دي قنابل موقوته
لمصر كلها. يعني قنبله هتضرب في وشي وفي وشك وفي وش الجيش وفي وش الشرطه وفي وش القضاء وفي وش مصر كلها كمستثمر كعامل فاحنا محتاجين بسرعه يبقى في حل ايجابي لعوده السياحه العالميه. طيب هو عشان بس ما حدش يفهم ان انا بدافع عن الدوله ولا اي حاجه، يعني انا احنا بنتكلم بتبنى انا على فكره مش الدوله برضه، يعني انا بتبنى وجهه النظر الاخرى، انا ضد الدوله، انا عايز ادي نصيحه كمان عموما، عايز ادي نصيحه، عايزين نحط خطوات عمليه للموضوع. انا محتاج ادي نصيحه لتعاون الوزارات مع بعض. تمام، يعني احنا قاعدين وزير الشباب والرياضه مع وزير السياحه مع وزير الخارجيه مع وزير التربيه والتعليم، دول يتفقوا على ان لازم يتعاونوا علشان عوده السياحه. وزير التربيه والتعليم النهارده بيدي اجازه نص سنه 15 يوم. طيب انت لما تقسم مصر اربع مناطق جغرافيه وتدي كل منطقه جغرافيه 15 يوم مختلف عن الثانيه وتفتح اجازه نص السنه بدل ما تبقى 15 يوم تبقى شهرين، هو ده صعب؟ مش صعب ابدا. فسهل قوي ان احنا نخلي اجازه نص سنه بدل ما يجيب 90 مليون في 15 يوم ويبقى سعر غالي وما يلاقوش اماكن وناس كتير ما تتمتعش بالمخاصص السياحيه. طب ما انا افرد ده على شهرين طبقا للمناطق الجغرافيه اللي هيقسمها وزير التربيه والتعليم في الاجازات، ويبقى انا عندي على الشهرين دول 90 مليون بيجوا على شهرين، هيبقى سعر ارخص وكل الناس هيبقى عندها فرصه ان هي تعمل اجازه. يعني لازم وزير الشباب والرياضه لازم الايفنتات اللي هتتعمل يبقى فيه جهد شويه علشان نعمل بطولات في مصر، في شرم الشيخ، في مرسى علم، في الغردقه، في الاقصر واسوان. وزاره الخارجيه لازم تسعى ان هي تشيل مصر من على الريد لاين في بقيه الدول الاوروبيه. عشان ترجع زي ما المانيا رجعت وزي ما روسيا ان شاء الله هترجع وزي ما بولندا رجعت. ده كل ده جهود دوله مش جهود اشخاص مش جهود شركات مش جهود افراد. بس انت شايف، يعني انت احنا بنقول بعد العيد ممكن يبقى عندنا مشكله، يعني انت شايف ان الفتره الزمنيه ديت احنا ممكن بالفعل نقدر فيها اللي احنا نرجع فيها او القدر البسيط من السياحه حتى ترجع الامور الى طبيعتها تاني؟ لان القرار في الاخر هو مش في ايدك. طبعا، يعني هو القرار في الاخر مش في ايدك انت كمان، انت بتعمل اللي عليك والقرار في الاخر هو في ايد الدول الاخرى. احنا متفقين ان في شق سياسي غير معلوم للعامه، في شق سياسي مصر بتتحارب حرب اقتصاديه من كل الدنيا جوه وبره. واحنا تحملنا كتير بس اللي جاي صعب، اللي جاي صعب. وبعدين النهارده عشان انا احافظ على العماله لازم يبقى عندي رؤيه. يعني لو وزير التربيه والتعليم اعلن الصبح ان هتبقى جاز نص السنه شهرين، انا هقدر استحمل العماله 3 4 اشهر عشان نص السنه تيجي شهرين، هيبقى عندي فرصه لغايه ما ترجع السياحه الاوروبيه. لكن لو ما حصلش ده هيبقى عندنا مشكله فعلا، لان انا مش هقدر اتحمل او اي فندق يعني مش هقدر اتحمل العماله سنه ثاني من غير ما يبقى في دخل. ما فيش دخل. هي طبعا بالطبع الشركات بتعاني في هذا الامر والموظفين واللي عاملين في هذا المجال بيعانوا بالطبع، يعني معاناه كبيره جدا ونلمس هذا الامر. انا عايز اقول لك بس نقطه ان العماله المدربه القويه هجرت هذه المهنه وبداوا يتجهوا لمهن اخرى وسافروا بره وبقى بيشتغلوا شغل بعيد عن السياحه عشان يحافظوا على بيوتهم عشان بيتهم يبقى في مأمن من اللي بيحصل لهم في السياحه، الضربات اللي بتحصل في السياحه. طيب يعني هي المشكله الان احنا محتاجين تنسيق بين الوزارات المختلفه اللي احنا يعني بحيث ان احنا ننوع من المصادر. طبعا احنا عندنا فكره السياحه العربيه مثلا او السياحه الداخليه ديت، هل هي مؤثره معاكم انتم مثلا في كشركات سياحه او لها مردود كويس او التجربه الايام اللي فاتت اثبتت اللي هي ممكن يعتمد عليها في الفتره المقبله، ولا برضو فيها يعني ليست بحجم السياحه العربيه زي السياحه المصريه؟ السياحه العربيه بيشتغلوا في الاجازات زي المصريين بالظبط، بيجوا في الاعياد، بيجوا في موسم شم النسيم، بيجوا في اجازه الصيف، بيجوا في اجازه نص السنه، فهم زي المصريين بالظبط، فبيزحموا المصريين والمصريين بيزحموهم. لكن السياحه الاوروبيه بتشتغل طول السنه، اجازاتهم مختلفه تماما عننا، الشركات بتشتغل باك تو باك، فوق بيسلم فوق، فبتبقى الدنيا ماشيه ستيبل ومظبوطه، بيبقى العماله مرتاحه، بيبقى كله مطمن ان الشغل ماشي بانتظام. لكن المصريين والعرب تقريبا سلوك واحد وعادات وتقاليد واحده، فبيجوا في اوقات واحده. طيب طب احنا لو اتكلمنا عن اللي هي شركات السياحه اللي هي موجوده مثلا لحد ما تيجي ترجع السياحه لمعادلاتها الطبيعيه ويتم القضاء على المشكلات اللي احنا موجودين فيها، انتوا طالبين مثلا تسهيلات مثلا في مجال الشركات السياحه تطالب تسهيلات من الدوله مثلا حتى ترجع الامور حتى يستطيعوا اللي هو يعني دفع مرتبات العاملين، يعني مقاومه او يعني مواكبه اللي بيحصل دلوقتي على ارض الواقع؟ يعني انا كنت بعترض على موضوع المبادره اللي بيعملوها للسياحه وادعم السائح ب 500 جنيه للفرد. يعني رب اسره عنده مكونه من 5 افراد و6 افراد، الدوله تدعمه ليه؟ ليه ادعمه؟ طب ما انا عندي الفنادق دي اللي بتقفل اسهل ادعم العماله اللي شغاله فيها عشان ما تسرحش. هي مش قصه دعم، هي قصه تشجيع. يعني هي ما هو تشجيع. انا النهارده انا هجيب كام واحد لشرم الشيخ في الاسبوع؟ 2000 3000 4000؟ طب احنا عندنا 150 الف غرفه. حمله منهم كام غرفه؟
1000 2000 3 كام في المية يعني؟ 1.5% 2.5% 3%. وبعدين دعمت رجل بيركب طيارة هو وولاده، بديله 4000 و5000 جنيه دعم علشان يروح يتفسح، وعندي ناس نايمة تحت كوبري مش لاقي تاكل، وعندي ناس في الشارع هومليس ما عندهمش بيوت مش لاقيين ياكلوا. هو مين أولى بالدعم والرعاية، اللي رايح يتفسح هو وولاده ولا اللي مش لاقي ياكل؟ عندنا مطلقات كان ليهم معاش واتمنع، طب ادعم في الاتجاه ده ولا ادعم واحد رايح يتفسح اولاده؟ طب يعني انت شايف الحل من وجهه نظرك ايه الحل؟ طب الدعم مش هجاسي الدعم لو هيبقى انا برضو لما اروح شرم الشيخ والاقي التكلفه عاليه انا مش هروح. ما التكلفه مش عاليه على فكره، يعني هو اصل البعض بيشوف اللي هي عاليه مثلا حضرتك، هي اليات سوق عرض وطلب. النهارده لما يبقى عندي الطلب كتير السعر بيعلى، لما بقى العرض كتير فالسعر بيقل، فالمعروض دلوقتي كتير فالسعر قليل قليل قوي. يعني السنه دي الشركات كلها والفنادق كلها بتبيع على السنه اللي فاتت بحوالي 50%، يعني اللي كان بيبيع الاول انكلوسيف السنه اللي فاتت ب 650 جنيه السنه دي بيبيع ب 400 جنيه و 450 جنيه. الاسعار قلت نتيجه ان مفيش طلب. واخد بال حضرتك؟ فهو السعر مش غالي ولا حاجه بالعكس. طيب. لكن انا ادعم رجل اعمال او رجل مقتدر او حد بيشتغل في بترول او حد بيشتغل في اي قطاع جاي بالطياره شرم الشيخ او مرسى علم او الغردقه ليه؟ طيب غير القصه ديت، هي وجهه نظر حضرتك يعني انت براحه حضرتك في القصه دي. طب القصه الثانيه ايه المشكله او العقبات او التسهيلات اللي انت شايف ممكن اللي هي تقدمها الدوله لشركات السياحه؟ يعني الفنادق اللي هتقفل تماما عشان نحافظ على العماله لازم وزاره التامينات الاجتماعيه، انا بدفع تامينات للموظفين، لازم الوزاره تتحمل مرتباتهم لعوده الحركه السياحيه. لكن ده هو مش بيحمل، يعني هو مش بيحمل مرتبات، ده بيدفعني عليهم حصتي وحصه العامل وانا متوقف ما عنديش دخل، وبعد كده يحجز عليا وبعد كده يبيع في المزاد علني ويعمل لي مشكله. فاحنا محتاجين الدوله في الحته بتاعه التامينات والضرايب والضرايب العقاريه كل ده يتوقف يؤجل، ما بقولش نتعافي منه، ولكن يرجى لعين عوده الحركه السياحيه مره اخرى. لكن انا ما اقدرش اضغط على المستثمر وهو خلاص يعني ما عندوش اي دخل واقول له لا ادفع تامينات، لا ادفع ضريبه عقاريه، لا ادفع ضريبه مبيعات، لا ادفع ضريبه عامه وهو ما عندوش دخل. الضريبه العقاريه مالهاش علاقه بالدخل، يعني الضريبه العقاريه انت عندك مبنى من اربع حيطان بتدفع له ضريبه عقاريه. طب يعني اي منطق يقول ان انا يعني ده حتى غير دستوري ادفع ضريبه على حاجه ما بتضرش دخل ازاي يعني؟ فده اللي محتاجين الدوله تبص فيه، مش محتاجين دعم الدوله لكن محتاجين الدوله تبص تكون في تسهيلات موجوده لعوده الحركه السياحيه ترجع اي رسوم او اي مدفوعات بتدفع للدوله لحين عوده الحركه السياحيه. طيب لو اتكلمنا في اهتمام من القياده السياسيه بقصه السياحه او بملف السياحه تحديدا، ممكن كان في مجلس اعلى للسياحه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المأمول ايه من المجلس ده وايه المطلوب منه اللي هو في الفتره القادمه حتى يستطيع اللي هو يؤدي دوره بالشكل الامثل في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ يعني طبعا عليه دور كبير جدا. وبعدين لازم كل الوزارات اللي بتساهم في هذه في خدمه هذا القطاع تدخل فيه. فلا طبعا دوره كبير جدا، وخصوصا لما يبقى رئيس الجمهوريه رئيس المجلس الاعلى للسياحه، ده بيدي قوه جدا للمجلس الاعلى للسياحه، والقرارات بتتحقق فورا وبتنفذ فورا، فدي خطوه ايجابيه قويه جدا من جانب الدوله لحل قطاع مشاكل قطاع السياحه. مشاكل قطاع السياحه. لو اتكلمنا عن الحملات التنشيطيه، يمكن كان في تعاقد مع بعض يعني بعض الوكالات الاعلانيه في الخارج للتسويق للمواقع السياحيه المصريه والبرامج السياحيه اللي موجوده في بعض المعارض اللي تم تنظيمها في بعض الدول الاوروبيه والدول الاغربيه بشكل عام، يعني دي كان لها مردود على قطاع السياحه ولا لسه احنا برضو محتاجين جهود اكتر من المعارض دي؟ اولا هي موعدها ثابته ومصر بتشترك فيها وبتشترك فيها بقوه، هي تنشيط السياحه مع القطاع الخاص بيشتركوا وبيشتركوا بقوه. لكن ايه الفايده ان انا اروح دوله زي اسبانيا او دوله زي ايطاليا وهي حاطين على ريد لاين؟ طب انا بروح اعمل ده ليه؟ ايه الفايده ان انا اعمل حمله في دوله بتمنع التامين للمسافرين الى مصر او الى القاهره؟ مالوش اي مردود. لكن انا وزاره الخارجيه لازم تتحرك الاول مع وزاره السياحه، ترفع مصر، ترفع الحظر عن مصر، وبعد كده تتوجه الدعايه والفلوس تبقى بتصرف في مكانها. ما تصرفش فلوس دعايه في دوله هي منع السائح ان هو يجي عندنا او المواطن بتاعها انه يجي عندنا. تمام. هي اذا هي مسؤوليه مشتركه طبعاً بيننا جميعا، سواء دوله سواء تنشيط سياحه سواء طبعاً شركات طبعاً سياحه وغير ذلك من الامور حتى نستطيع ان احنا ننهض بالقطاع السياحي طبعاً في النهايه. على العموم انا بشكر حضرتك استاذ عبد الرحمن انور الخبير السياحي، وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره، لكن فقره هذا الصباح مستمره معكم، تابعونا بعد موجز لاهم الانباء.
موجز بأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول الشرق الأوسط، بما يحفظ وحدتها وسيادتها ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها. وشدد الرئيس خلال لقائه وفدا من مجلس أعمال الأمن القومي الأمريكي على متانة وقوة العلاقات المصرية الأمريكية وحرص مصر على تعزيز وتنمية علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة في كافة المجالات، لا سيما على ضوء امتداد التعاون بين البلدين عقودا طويلة. يناقش مجلس النواب اليوم التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي الحقائق حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب مجلس النواب في الأسبوع الماضي. كان التقرير قد